اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن مصر، اخبارك ايه يا حبيبي؟ زي الفل الحمد كله لله. كويس الحمد لله عجبك وجود كابتن حسام حسن الاول؟ اكيد طبعا كلنا داعمين لكابتن حسام حسن، وده اللي دايما الفترة الأخيرة أو بقالنا فترة كبيرة جدا بنناشد إن يكون مدير فني وطني. الحقيقة كابتن حسام كمان يستحق إنه يكون من يعني المتواجد في منتخب مصر. الحقيقة الكابتن التاريخي، واحد من الكباتن التاريخيين لمنتخب مصر، يعني أكيد أنت حضرته شوية ولا ما لحقتوش؟ حضرت لعبت ضد الكابتن حسام. أه طبعا. بص يا كابتن، يمكن اللي كان مشجعني بشكل أكبر أو مشجع الشارع المصري بشكل أكبر، وده اللي كنا بنناشد بيه اخر 5 سنوات على ما اعتقد، او اخر نسختين لبطوله افريقيا، احنا رؤيتنا للمنتخبات الاخرى، المنتخبات العربيه، المنتخبات الافريقيه. لما تشوف منتخب السنغال اليو سي سي هو لاعب اسطوره، الكاميرون، بنشوف الجزائر، بنشوف كلها مدير فني وطني. بنشوف صحيح. دلوقتي اللي بيحقق البطوله مع كوتيفوار المدرب العام وطني على ما اعتقد. ده إيه الفرصه المدرب مش العام وطني بعد ما مشوا المدرب ده؟ الفرقه اتغيرت 180 درجه، حاجه 360 درجه، حاجه يعني كل الظروف اتهيأت لكوتوفوار انها تاخد البطوله في ظل هيواجه ظروف صعبه، لكنه كتنظيم للبطوله وان هو يحقق البطوله ده انجاز كبير حتى للمدرب وللجيل الحالي في كوتوفوار. فاعتقد ان ممكن يبقى او اكيد هيبقى اختيار موفق ان شاء الله مدير فني كابتن حسام حسن. كنا زي ما بنقول الشارع المصري كله محتاج تواجد كابتن حسام وابراهيم في منتخب مصر، وضربنا امثله بالمنتخبات دي. اعتقد ان هي مهمه صعبه، مش سهله، مش سهله على كابتن حسام، وهو مقدر هو كابتن ابراهيم، وان شاء الله داعمين ليهم بيشتغلوا باي مجموعه من رؤيه او من وجهه نظرهم. أكيد كابتن حسام خبرات كبيرة جدا في الدوري المصري، على دراية كاملة بكل الفرق في الدوري المصري، لعب في الجيل الحالي أو الجيل الحالي لمنتخب مصر مع مجموعة اللعيبة اللي بتشارك في الدوري المصري على مدار 5 أو 6 سنوات. الراجل كان شغال مع أكتر من نادي، بنادي عندها مقومات، مع أندية عندها مقومات ان هي تبقى فرق كبيره حقيقي، وحقق معاهم انجازات. فاتمنى التوفيق لكابتن حسام ابراهيم ان شاء الله. اتمنى ان كل المسؤولين وكل الشعب المصري بكل قياداته تكون داعمه لكابتن حسام الفتره اللي جايه، واعتقد ان ده اللي هيحصل. وجود كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا كل التوفيق ليهم، وكلنا هنبقى داعمين ليهم خلال الفتره اللي جايه. استعدادات النادي الاهلي بقى لمباراة شباب بلوزداد في الجزائر، النهارده استأنف النادي الأهلي استعداداته، 24 ساعة إجازة، وبعد كده كل اللاعبين الحمد لله لأول مرة من فترة طويلة جدا كل اللاعبين بتبقى موجودة مع بعض. يمكن أكيد هنقول ممكن يعني زي ما حضرتك بتقول عودة برضو الإصابات، عودة رضا سليم، أعتقد إن إمام برضو بيتماثل للشفاء بعد إصابته مع المنتخب. طبعا ان شاء الله تبقى عوده بنفسيه احسن لكوكا بعد وفاه والده اللي بعزيه في وفاه والده. اتمنى ان الحاله الفنيه والبدنيه، اعتقد ان حتى اللعيبه الدوليين من بعد الرجوع من بطوله افريقيا اعتقد ان هم خدوا راحه سلبيه جيده تقدر تفيدهم الفتره اللي جايه، وخصوصا كان عليهم ضغط كبير جدا اللعيبه الدوليه، اشتراك في كاس عالم الانديه وبعد كده الذهاب لبطولة كأس الأمم، وبطولة كانت صعبة مش سهلة في مواجهات أكيد مع فرق كبيرة. أعتقد إن اللاعيبة الدولية خدوا راحة بشكل كبير. ببارك للزنفولي طبعا، وإن شاء الله يبقى إضافة للسكواد النادي الأهلي، يقدر يحقق طموحات مع النادي الأهلي وأهداف مع النادي الأهلي، ويكون إضافة لحراسة المرمى في النادي الأهلي. أعتقد إن كل الأسلحة بتاعت مستر كولر جاهزة إن شاء الله تقدر تعمل حاجة، والحفاظ على النسخة بتاعتنا اللي احنا معتادين عليها، وتحقيق البطولة في دوري أبطال أفريقيا. شايف الماتش ازاي؟ أكيد ماتش عموما ما بين الأهلي وشباب بلوزداد أو ما بين الأهلي والأندية الجزائرية، الأندية الجزائرية ودول شمال أفريقيا بتبقى كلها مباريات معتمدة على الروح والقلب والعزيمة والإصرار والدوافع اللي بتبقى عند الفرقتين. أكيد مش هتبقى مباراة سهلة. اللي مطمني بشكل كبير ان خلاص بقت لعيبه النادي الاهلي متمرسه بشكل كبير على المباريات دي، عندها الدوافع، عندها
الإصرار في كل المباريات دي. اللعيبة خلاص بقى عندها خبرات إنها تقدر تلعب دول شمال أفريقيا بشكل جيد. مستر كولر برضو بقى خلاص بقى متمرس بشكل كبير في موضوع أو في بطولة دوري أبطال أفريقيا. أكيد من مميزات مستر كولر كمان إن هو طول الفترة الأخيرة بيقدر يدرس فريق الخصم كويس، بيقدر يدرس نقط القوة والضعف في أي فرقة بيلعبها. فدي ممكن من مميزات مستر كولر، ودي اللي بتسهل عليه المباراة بشكل كبير. يمكن اللي أضاف له كمان الراجل مع الفرقة إن هو بقى بيقسم المباراة بشكل جيد، بقى بيحط أنسب تشكيل. فأعتقد إن لا، الأمور بقت أسهل على مستر كولر حتى في المواجهات دي. بكرة النادي الأهلي هيتمرن وهيسافر على طول في استعداداته لهذه المباراة، وبعد كام يوم بعد كده يسافر على غانا عشان المباراة ميدياما الحقيقة في الجولة الخامسة. إرهاق ما بعده إرهاق. هتقول لي هم لسه جايين من راحة والكلام ده كله، لكن أنا هنا بتكلم عن لائحة من خلالها بيتم تأجيل مباراة في الدوري، لأنه اللائحة بتقول إن أنت تلعب على رابع يوم أو بعد عودة الرابع يوم لما تلعب خارج مصر، وبالتالي تم تأجيل مباراة الجيش، طلائع الجيش للنادي الأهلي. هناك البعض بيحاول أن يفسر هذا التأجيل إن هو سبب خراب كرة القدم المصرية. دايما المشكلة في البعض، يعني المشكلة في البعض، ودايما هنفضل نقول دايما أنا لائحة على فكرة، وهو عارفها والناس كلها عارفاها ومصر كلها عارفة إن هذه أمر لائحة هيطبق على النادي الأهلي وهيطبق على الزمالك بالمناسبة، وهيطبق على مودرن وهيطبق على البيراميدز. طب هو كابتن اسلام دلوقتي اللي بيتكلم ده مش واخد باله ان دايما انت حاطط النادي الاهلي في الصوره دي؟ طب النادي الاهلي هو خير من يمثل افريقيا. النادي الاهلي هو اللي بيمثل مصر في المحافل الدوليه. النادي الاهلي هو يعني لو النادي الاهلي ما تاجلوش مباراه مين هيتاجله؟ يعني احنا بنتكلم، لا بعيدا عن هذا الامر، مين يتاجله مش مين يتاجله، انا بتكلم هنا على لائحه وقانون، وبالتالي لائحه تم الاتفاق عليها وتم موافقه 18 نادي مش النادي الاهلي بس. ما هي دي كابتن اسلامي، انت ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت دايما النادي الاهلي احنا بنتبع اللوائح وبنمشي ورا اللوائح، واللي بيتطبق على النادي الاهلي بيتطبق على اي فريق تاني، واحنا بنتماثل لكده او النادي الاهلي بيتماثل لكده. فايه الغريب؟ يعني ايه الغريب ان انت بتنتقد مثلا النادي الاهلي؟ ما هو النادي الاهلي بيتاجل له، ما احنا ماشيين على اللوائح بشكل كويس، بنقدم نتائج حتى للكره المصريه بشكل كويس. فأتمنى الناس تهدى بس في الموضوع ده شوية، لأن مش كل قرار هيطلع أو مش كل لائحة هتتحط كله هينتقد عليها أو هينتقد تصرف. لا، وش معنى بتنتقد دلوقتي؟ ما هي اللائحة محطوطة من أول السنة بالمناسبة، ده نص الدوري خلص. هو اكتشف دلوقتي إن اللائحة محطوطة أو البند ده محطوط بعد تأجيل ماتش طلائع الجيش. بس طلائع الجيش. لا يعني أنا بقول دايما والنادي الأهلي اللي عجبني بشكل كبير يا كابتن إسلام إن كل الانتقادات دي ما بتأثرش على أداء النادي الأهلي، ما بتأثرش على لعيبة النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي هو عارف هو راح فين كويس، دايما النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي عارفة طريقها ازاي كويس في تحقيق البطولة. ودي مقومات البطولة اللي أنا بتكلم عليها دايما، إن أنت دايما النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي عندها مقومات البطولة، إن هي ازاي ما بتركزش مع أي حاجة تانية غير البطولة. كل الانتقادات بتتحول من انتقادات سلبيه الى دوافع عند لعيبه النادي الاهلي، دوافع عند الجهاز الفني عند النادي الاهلي. دايما مجلس اداره النادي حريص جدا ان هو يبقى قافل على الجهاز باللعيبه، وده سبب تحقيق البطولات للعيبه النادي الاهلي وتحقيق الانجازات من اللعيبه. اكيد غيابات كثيره ومؤثره في نفس الوقت، الشناوي، ديانج، عبد القادر، يعني ديانج لسه هنشوف، بيرسيتاو برضو مش فاهمين، لكن اسامه ابو علي، ضو كريستو، نبيل كوكا، متولي، خالد عبد الفتاح، اصابات كثيره جدا ومؤثره. اكيد يا كابتن اسلام، دايما كل مميزات النادي الاهلي الفتره الاخيره ان انت دايما لما بالسكواد كامل عندك بيبقى الراجل عنده حريه الاختيار في القاعده اللي بيشتغل عليها بشكل كبير، لكن اللي مريحنا بشكل اكبر هي القوام الاساسي اللي الراجل بيعتمد عليه. حتى التغييرات اللي الراجل بيعملها للصفقات الجديده ان شاء الله تقدر تضيف. في تالق مودست الفتره الاخيره مع في المباريات الوديه، نجاح المعسكر حتى في الامارات، ده كل ده بيضيف حتى لمشوار الراجل الافريقي. اتمنى ان كل العوامل دي تبقى اضافه للفريق، وان الغيابات دي ما تقدرش او يعني ما تاثرش بشكل كبير على اداء النادي الاهلي. لكن كل ما السكواد بيكتمل بشكل كبير ده بيبقى اضافه حتى في اللونج ران، في المشوار الطويل. صحيح. للنادي الاهلي، لان انت وارد ان انت لا قدر الله يبقى عندك اصابات، يبقى عندك غيابات الفتره اللي جايه. مهم جدا
تبقى معتمد على السكواد كامل بشكل اكبر، لكن اللي مطمنا ان هي بتبقى فترات قليله، يعني ممكن بعض اللعيبه اللي هتغيب مش هتغيب مده طويله، ممكن اسبوع 10 ايام وترجع تتمثل للشفاء تاني. فاتمنى ان كل اللعيبه او كل السكواد الكامل للنادي الاهلي يبقى جاهز للمشوار الافريقي ان شاء الله. هل تفتكر ان مارسيل كولر قدر ان هو يستغل فترة التوقف بشكل جيد؟ هناك بعض السلبيات حدثت ما قبل كأس العالم للأندية، شفناها تلافاها الفريق تماما في كأس العالم للأندية، ولكن بعد كده الدوري توقف، الدنيا توقفت واصبح المنتخب هو اللي بيلعب. دلوقتي هل العودة ستكون واضحة الأمور فيها بشكل إيجابي؟ اكيد ما فيش شك ان خلاص الراجل حط النقط اللي يعني كانت مميزات المعسكر برضو في الامارات، ان انت دعمت الفريق الاول او ان انت اديت فرصه، يمكن حضرتك اشرت للموضوع ده، اديت فرصه للناشئين حتى ان بعض اللعيبه ان هي تبقى موجوده في سته تايدوا في البطوله الافريقيه، في سته تايدوا البطوله الافريقيه واللعيبه اتعمل لها عقود، يعني دي حاجه صحيح. برضو من ضمن المميزات ان دايما مجلس الاداره بالجهاز الفني هو عنده رؤيه للمستقبل، ان بيبص على قطاع الناشئين. حاجة إيجابية إن أنت حتى بتطلع، وإحنا كنا لعيبة صغيرة لما بنحس باهتمام من الفريق الأول أو من مجلس الإدارة إن هو بيقدرني وبيعمل لي عقد وحتى بتمرن مع الفريق الأول، فدي حاجة إحساس مختلف جدا وما شفناهوش بقالنا كتير داخل النادي الأهلي، إن أنت بتعتمد على ناشئين النادي الأهلي. أعتقد إن لا، دي كانت حاجة، أنا بشوف إن دي حاجة من أميز الـ 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 الخطوات اللي خدها حتى الجهاز الفني مع مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يعني اكد الكلام دوت بان اللعيبه دي مضت عقود احتراف مع النادي الاهلي، فده يدي ثقه كبيره جدا للعيبه دي. ده كل ده بيبقى حاجه ايجابيه ليك في مشوارك. الراجل اعتقد معسكر الامارات على بعض اللعيبه اللي كانت لسه راجعه من الاصابه، اكرم توفيق، كريم فؤاد، دخلوا بشكل كويس حتى بعد كاس عالم الانديه. مودست في اخر نسخه مع سموحه بيقدر ياخد ثقه اكبر وبيحرز هدفين. اعتقد ان كل دي ايجابيات مع عوده اللعيبه الدوليه اللي مريحه بشكل كبير. اعتقد لا، كل ده في مصلحه النادي الاهلي وفي مشوار النادي الاهلي ان شاء الله. ايه المطلوب من كولر خلال الفتره اللي جايه يا احمد؟ ان هو يبقى قافل على الفرقه، يعني قافل على الفرقه بشكل كويس، يعني اي ان هو ما يركزش بره المشوار بتاعه، يعني دي حتى يمكن الراجل زي ما هنتكلم في ايجابيات ممكن كنا بنتكلم في سلبيات شويه، ان الراجل كان مركز مع الاعلام شويه، مركز مع الانتقادات، ممكن الناس بتتكلم ان الراجل دايما مركز مع الانتقادات اللي بيتعرض لها حتى اللعيبه، لكن اعتقد ان بدايه من كاس عالم الانديه الموضوع اختلف، الراجل بقى قافل على الفرقه بشكل كويس، بقى قافل سادد ودنه بشكل كويس. ده اللي انا كنت بشير على مستر كولر، ان هو دايما اي مدير فني للنادي الاهلي مهم جدا ان هو يبقى قافل على فرقته بشكل كويس، قافل حتى على الضغوطات اللي هتتحط عليه بشكل كبير، حتى من اعلاميين، من نقاد، من ناس مش حابه ان مشوار النادي الاهلي يبقى فيه نجاحات. اعتقد ان بدايه من كاس عالم الانديه الظروف بقت احسن، الموضوع بقى احسن، الراجل كل مدى كابتن اسلام الراجل لما بيقعد في مصر بيقدر ياخد خبرات بشكل كبير، حتى في تصرفاته حتى مع الناس حتى في الشارع، ودي اللي كانت الملكه اللي كانت عند مستر مانويل، ان حتى ازاي بيتعامل مع الجمهور في الشارع. فاعتقد ان مستر كولر كل ما بيقعد اكتر بيكتسب خبرات اكتر وبيشوف النقط اللي المفروض بيمشي عليها، لان احنا هنا في مصر عندنا طابع خاص لاي مدير فني بيبقى موجود، مهم جدا طول ما بيقعد فتره طويله هتلاقي فيه انجازات، مع اللي بتكلم فيه دايما هو توفير مجلس اداره النادي الاهلي لكل الاجواء او كل الجو ان الراجل يشتغل فيه بشكل كويس ويقدر يحقق بطوله. فاعتقد ان الراجل ناجح بنسبه 80 او 90% في الموضوع ده بشكل جيد، عشان كده في نجاحات للنادي الاهلي وفي استقرار فني واداري داخل النادي الاهلي. الاهلي يدخل هذه المواجهه ب تحت شعار لا بديل عن الفوز. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي ما لعبش مباراه رسميه تقريبا من شهر او من شهر وشويه. شباب بلوزداد الدوري شغال عندهم. رايك في هذا الامر؟ هل ده يفرق؟ هل سلبا ام ايجابا؟ لا اكيد دايما بنتكلم ان هو ممكن يفرق، مش هنقول سلبا بنسبه، لكن دايما انت لما بتلعب مباريات وديه مش زي بتبقى زي المباريات الرسميه. حقيقي. لكن اللي بيعوض ده بشكل كبير هي الخبرات اللي عند اللعيبه. الخبرات اللي عند اللعيبه
المشاركات اللي بقى متعود عليها لعيبه النادي الاهلي سواء على المستوى الافريقي او المستوى المحلي. اعتقد ان ده اللي بيوفر حتى على المدير الفني بشكل اكبر، ان طول ما اللعيبه بيبقى عندها خبرات كبيره بتقدر ان هي تتلافى السلبيات دي. يمكن البعد عن المشاركات الرسميه ده ممكن ياثر بالسلب على الفرقه، لكن زي ما بقول لحضرتك الخبرات اللي عند بعض اللعيبه وده اللي موجود عند يمكن قوام الاساسي للنادي الاهلي هو الخبرات الموجوده عندهم دي بيقدروا يشتغلوا عليها بشكل كويس، ان هو في المباراه دي ما بيتاثرش ان هو بعيد عن المشاركات الرسميه. اعتقد ان ده اللي بيسهل على اي مدير فني او بيبقى متولى الاداره الفنيه حتى للنادي الاهلي ان الخبرات اللي عند اللعيبه دي بتقدر بتدي افضليه دايما للنادي الاهلي. برضو خلال هذه الفتره فزنا بالبرونزيه وفزنا بكاس السوبر المحلي، هل ده ممكن يضيف للامر؟ اكيد بيدي دوافع، بيدي دوافع كبيره، بيدي دوافع للعيبه، بيدي دوافع للجهاز الفني، بيديهم بيحط على اللعيبه مسؤوليه بشكل كبير جدا هو الحفاظ على عدد البطولات على مدار الموسم، وده اللي بيبقى مطالب دايما من اللعيبه او الرولز او النظام اللي بيبقى محطوط لاي مدير فني من مجلس الاداره هو تحقيق اي بطوله بيبقى مشارك فيها الجهاز الفني او اللعيبه، ودي خلاص بقت المقومات اللي عند اللعيبه ان هي دايما بيدي له مسؤوليه، بيحط على اللعيبه مسؤوليه بشكل كبير، وده الرولز والنظام اللي داخل النادي الاهلي ان انت اي بطوله بتبقى بتشارك فيها مطالب ان انت تحققها. ويمكن الجيل الحالي اعتقد ان هو ناجح فيه بشكل كبير جدا وده بيسهل الامور طبعا عليهم. هنرجع نتكلم عن شباب بلوزداد ونقاط القوه والضعف، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق شباب بلوزداد. اكيد يا كابتن اسلام، شباب بلوزداد دايما هو من الفرق اللي بتتعود انها تلعب جيم مفتوح، يعني جيم مفتوح، وده اللي انا بتمناه قصاد النادي الاهلي ان هو يلعب جيم مفتوح، ده اللي بيدي دايما افضليه للنادي الاهلي، ده اللي بيدي دايما حريه التحرك حتى لمفاتيح اللعبه اللي عند النادي الاهلي. اعتقد ان لا، شباب بلوزداد داخل بمعنويات مرتفعه، فوز اخير في الدوري، اعتقد ان على كلامهم وده اللي مطمني بشكل اكبر ان احنا داخلين بمعنويات مرتفعه، فده بيدي ثقه كبيره للعيبه، ودي دي انا محتاجها برضو ان اللعيبه خلاص، وبرضو هو بيلعب النادي الاهلي بطل القاره، اعتقد ان ده هيدي افضليه للنادي الاهلي. طول ما انت بتلعب جيم مفتوح امام النادي الاهلي هيبقى في ثغرات، هيبقى في مساحات ان مفاتيح اللعب عند النادي الاهلي، بس طريقه لعبهم زي ما شفناها هنا حتى في المباراه اللي تعادلنا فيها هنا هي طريقه لعب مقفوله سواء هنا او حتى هناك. على فكره اعتقد ان قدام النادي الاهلي هيلعب بهذه الطريقه الكومباكت اللي هو قافل واعتماده على الهجمات المرتده، هو برضه كسب بكوره، كسب ما كسبش اهو تعادل. انا بص وجهه نظري يعني انا ما اعرفش كلامك مظبوط، لكن انا بتكلم لو انا مكان الباكيتا هعمل كده. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا لو انا عايز اقفل اللعب على النادي الاهلي او اضايق النادي الاهلي ان انا هلعب كومباكت، اضايق مساحات، هلعب على الكونتر اتاك، لكن ما اعتقدش ان فريق شباب بلوزداد هيلعب كده، وده اللي انا بتمنى ان اتمناه ان هو يلعب جيم مفتوح، ممكن على بعض الفترات يضغط عالي على النادي الاهلي، بحيث النادي الاهلي دايما من الفرق اللي بتتحضر وبتطلع بالكوره من تحت. اللي انا بتمناه برضو ان النادي الاهلي ما يغيرش استراتيجيه اللعب بتاعه النادي الاهلي، ان هو دايما بطلع بالكره من تحت، بنهاجم مجموعه واحده وبندافع بمجموعه، ده كومباكت واحد. اعتقد ان مستر كولر هيبقى دارس في نقط القوه والضعف، انا بشوف اضعف الخطوط عندهم هو خط الظهر، خط الظهر حتى والكور البينيه اللي ممكن كده هما دايما تلاقيهم بيلعبوا قريبين من بعض، مضايقين مساحات في بعض الفترات، ممكن يكونوا بيضايقوا مساحات عشان الخطا ده ما يقعوش فيه، لكن الملكه اللي عند مفاتيح لعب النادي الاهلي بتقدر تستغل ده بشكل كويس عن طريق امام عاشور او عن طريق قفشه في المنطقه اللي هي ما بين الخط الظهر ونص الملعب. فاتمنى ان يكون مفاتيح اللعب عند النادي الاهلي في حالتها، وده اللي دايما في المباريات الكبيره ده اللي انا بتمناه، ان دايما لعيبتي انا لما بتبقى في حالتها او لعيبه النادي الاهلي بتبقى في حالتها اعتقد المباراه هتسهل عليهم بشكل اكبر. مجموعه فيها الاهلي، شباب بلوزداد، مديامة، يانج افريكانز، شايفها ايه؟ قويه، ضعيفه، متوسطه؟ بص يا كابتن اسلام، على الورق مجموعه ضعيفه، يعني مجموعه ضعيفه، لكن على ارض الواقع الفرق الصغيره دي بتضايق الفرق الكبيره،
وخصوصا لو انت حتى النادي الاهلي مش نازل بكامل تركيزك. ده مهم جدا، لانه الناس فاكره ان انت ايه رايح تلعب ماتش يعني. لا مباراه، بص كابتن، اصعب مباريات مباريات مش هنقول صغيره مع الفرق اللي هي ممكن زي مدياما ملهاش معالم، او فرق مع احترامي ليها ان هي ما تقدرش تدرسها بشكل كويس، او ملهاش ممكن بتلعب بطرق عشوائيه شويه، لكن دي اللي بتبقى مباريات صعبه. لكن النادي الاهلي حتى مع الفرق الكبيره خلاص بتقدر دارس الفرق الكبيره، عندهم نقط قوه كذا، عندهم نقط ضعف كذا، لكن مع الفرق دي اعتقد على الورق هي فرق سهله، لكن على ارض الواقع لا، مباريات بتبقى صعبه جدا. صحيح. خصوصا حتى لو لا قدر الله في نتيجه، ده بيسبب عليك ضغط حتى كبير، ويمكن ده ظهر في النسخه الاخيره مع النادي الاهلي، وده الدروس اللي لازم يتعلمها لعيبه النادي الاهلي، ان انت ممكن مع فرق صغيره بتسبب لك نتائج سلبيه، ممكن بتاخد منك شويه معنويا، بيسبب عليك ضغط بشكل اكبر، ان انت بتبقى مطالب ان انت تكسب، وده النادي الاهلي دايما لما بيبقى محطوط تحت ضغوط ان انت مطالب ان انت تكسب، الاداء ما بيبقاش احسن حاجه. فعشان كده لازم لعيبه النادي الاهلي تسهلها من بدري، لازم لعيبه النادي الاهلي تحسمها من بدري، فده اللي انا بتمناه حتى مع الفرق دي. مباراه نهائي كاس مصر هي تعاون مثمر الحقيقه ما بين اتحاد كره القدم والشركه المتحده والمسؤولين في السعوديه. شايف المباراه وما حدث بقى خلال هذه الفتره فيما يخص هذه المباراه ما بين ان انت تروح تلعبها في السعوديه وما بين ناس موافقه وناس رافضه؟ بص كابتن اسلام، انا من وجهه نظري ان انا اتمنى ان خلاص ان المحافل الدوليه دي ان احنا خلاص نستضيفها، وخصوصا في انا وجهه نظري في استاد زي العاصمه الاداريه، اتمنى ان النهائي كان يبقى موجود هناك. لكن بنشكر طبعا اشقائنا في السعوديه والمنظمين على استقبالهم لينا، زي ما كنا بنشكر دوله الامارات واستقبالها للنادي الاهلي واستقبالها لاي محافل دوليه في مصر. اتمنى ان المحافل الدوليه دي تبقى موجوده داخل مصر، عوده الجماهير، ويمكن ده اللي انا بناشد بيه دايما، وحضرتك دايما حريص على حته التعصب بين الجماهير، وده اللي بنناشد بيه دايما ان عوده الجماهير وهي اللاعب رقم واحد في المدرجات. انا اللي انا بتمناه ان النهائي يبقى موجود هنا في مصر بتامين مصري بجماهير مصريه، ده اللي انا بتمناه دايما، لان لازم نشوف البلد دي احسن بلد في الدنيا، وفيها امن وامان وفيها كل حاجه حلوه. فاعتقد او اتمنى ان النهائي يبقى موجود هنا، لكن مع اي دوله سواء الامارات او السعوديه احنا بنشكرهم جدا، ودايما هم سباقين بالمحافل الدوليه بتاعت مصر. فهنا او هنا انا بتمنى التوفيق للفرقتين بيلعبوا باسم مصر، ودايما سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك قطبي الكره المصريه، اتمنى المباراه طبعا مكسب للنادي الاهلي وبطوله تضاف لتاريخه، وان شاء الله تبقى قمه او نهائي يليق باسم الكره المصريه. حكامنا الحقيقه شرفونا في بطوله كاس الامم الافريقيه بكذا في كذا مباراه الحقيقه، يمكن معظم المباريات او كل المباريات اللي ادارها طاقم تحكيم مصري كانت بتخرج بشكل جيد جدا وشكل رائع، والكل كان بيشيد بالاداء. هل من الممكن يعني انا اللي انا عارفه ان مباراه نهائي كاس مصر ستكون ما بين الاهلي والزمالك في السعوديه في ما بين حكام مصريين، هل من الممكن، لان انا سامع اصوات تنادي بحكام اجانب، هل من الممكن ان احنا نشوف حكام اجانب في مثل هذه المباراه من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن اسلام، انا دايما حتى في المباريات الكبيره سواء الاهلي او مع اي فريق تاني بناشد بحكام مصريين، وحكام مصريين يمكن زي ما حضرتك بتقول في النسخه الاخيره للحكام المصريين اللي انا دايما ببقى داعم ليهم، عندنا ثقه كبيره فيهم، وببارك لهم طبعا على ادائهم في البطوله الافريقيه، سواء كابتن محمد معروف، سواء كابتن محمد عادل، سواء كابتن محمود البنا، مش عايز انسى حد، محمود عاشور، كابتن محمود عاشور، كل الحكام، مش عايز انسى حد، كابتن ابو رجال، كابتن كلهم بصراحه ادوا بطوله كبيره، شرفوا التحكيم المصري، وده دايما اللي كنا بنتكلم فيه، لازم يبقى عندنا ثقه في التحكيم المصري وخصوصا في المباريات الكبيره. عشان كده انا بتمنى ان اي حكم مصري ممكن هيقود النهائي هيبقى عنده حسن الظن، هيبقى عندنا فيه ثقه بشكل كبير جدا، عدم التشكيك حتى في زي ما الناس بتطلع البعض تشكيك في ذمته او في قراراته. اتمنى الموضوع ده يبقى صفحه وقفلت، التحكيم المصري لسه بخير، كلنا داعمين ليه، وده يعني يدل ويدل على ان الناس شغاله.
شغاله في شغاله بشكل كويس. التحكيم طبعا نشوف ده بيحصل بقى في الدوري كمان بعد كده وحتى في الكاس في مثل هذه المباراه. التحكيم يا كابتن اسلام الحكام بيطوروا من ادائهم بشكل كبير، يعني بيطوروا من ادائهم بشكل كبير، بقى عندنا اكتر من حكم دولي على مستوى الحدث، فاتمنى ان الثقه في التحكيم المصري تبقى في محلها ان شاء الله. كابتن حسام عايز ياجل او يبدا المعسكر القادم بدل يوم 18 يوم 16، المفروض يوم 16 في مباريات، هل من الممكن ان تكون دي ازمه ما بين الكابتن حسام حسن واتحاد كره القدم او رابطه الانديه، لانه هو من المفترض ان يبدا المعسكر يوم 18 كما هو معلن سابقا، كابتن حسام عايز يلعب او يبدا المعسكر يوم 16 عشان يحقق اقصى استفاده قبل البطوله الدوليه، هل ده ممكن تكون بدايه ازمه؟ ما هنا ده اللي اتكلمت فيه في اول حلقه كابتن اسلام، ان دايما هتلاقي كابتن حسام ابراهيم هيبقى فيه متطلبات ممكن بعكس المعتاد مع كان اي مدير فني تاني او اي مدير فني كان هيتولى المسؤوليه الاداره الفنيه لمنتخب مصر، وده يعني ده المهم جدا الفتره اللي جايه ان يبقى فيه اجتماعات كتير، يبقى فيه اجتماعات كتير مع رابطه الانديه او مع اتحاد الكوره. اتمنى توفير كل سبل امكانيات الراحه للكابتن حسام، يعني وتوفير متطلباته حتى في مشواره مع المنتخب. اتمنى ان تلبيه الطلبات دي، ان الكابتن حسام داخل على زي ما قلنا على مهمه صعبه، فاعتقد ان في هيبقى في اكتر من اجتماع وتنسيق مع رابطه الانديه ومع اتحاد الكوره، فحتى في لو في اي مؤجلات اعتقد ان الناس مش هتتاخر عليه. النهارده برضو اتفق الدكتور اشرف صبحي مع اتحاد كره القدم على اقامه حفل تكريم الحقيقه للحكام المصريين، يستحقوا الحقيقه لدورهم الرائع الحقيقه في بطوله الامم الافريقيه. اكيد لفته جيده من سياده الوزير، ودي يمكن زي ما اتكلمنا دلوقتي ان دي اقل حاجه تتعمل للحكام المصريين وتشريفهم للتحكيم المصري في كاس امم افريقيا، فاعتقد ان لفته جيده من سياده الوزير، وان شاء الله يبقى داعم للتحكيم المصري وداعم للكره المصريه دايما بشكل اكبر، وفي مشوار كابتن حسام يبقى داعم لكابتن حسام بشكل كبير وجهازه المعاون، فاعتقد لا دي حاجه ايجابيه وخطوه كويسه منه اكيد. عوده اخطر دوري في العالم. مش انا على فكره كنت بتضحك صح؟ مش انا اللي قلت هذا الكلام، ولكن صفحه رسميه لرابطه الانديه المصريه امبارح قالت النهارده او غدا سيكون عوده اخطر دوري اخطر دوري في العالم. هم قالوا كده على صفحتهم مش انا. فبالتالي النهارده رجع اخطر دوري في العالم، والحقيقه كانت بدايته جيده جدا الساعه 4 الجونه والمصري، مباراه حلوه 2-0 للجونه، ثم العوده في الدقيقه 54 والدقيقه 91 او 92 للنادي المصري. اكيد ما فيش شك نسخه الدوري السنه دي نسخه الدوري السنه دي اعتقد انها افضل من اي سنه. ممكن دي اللي مشجع رابطه الانديه شويه ان هو يخش بقلب جامد ويهزر يهزر. لا تنظيم طبعا. تنظيم جيد زي ما اتكلمنا على الحكام، يعني كل عناصر اللعبه اعتقد لا يعني حتى بنشوف مش ما فيش بقى فرق صغيره وفرق كبيره دلوقتي، بنشوف الفرق كلها مستوياتها متقاربه، حتى الفرق اللي عندها امكانيات ماديه بشكل كبير جدا زي فريق المصري محترم الفريق الجونه مش بالامكانيات اللي على نفس امكانيات، ولكن الحقيقه الجونه عامل مفاجات رائعه الحقيقه السنه مع كابتن علاء عبد العال. مع كابتن علاء عبد العال عامل نتائج ايجابيه، عندهم استقرار اداري حقيقي. اعتقد انه بيبقوا خصم عنيد لاي فريق كبير او اي فريق عنده قوام جيد، عنده لعيبه جيده زي فريق المصري مع مدير فني محترم زي كابتن علي ماهر، مأدي بشكل جيد، او الابقاع كابتن علي ماهر والاستقرار الاداري اللي موجود في النادي المصري بالامكانيات الماديه الكبيره. اعتقد لا فريق الجونه عامل نتائج ايجابيه في ظل الاستقرار الاداري، وده اللي احنا بنتكلم فيه دايما يا كابتن اسلام، دايما الاستقرار الاداري هو اللي بيديك افضليه دايما في الحاله الفنيه او الابقاء على كابتن علاء عبد العال الموسم الثاني الجديد. اعتقد ان كان اختيار موفق من الاداره، زي ما قلت حضرتك يمكن مباراه اكيد جيده في انطلاقه الدوري اكيد. طيب ارجع بيك بقى لبطوله الامم الافريقيه، بطوله الامم الافريقيه خلتنا نقول ان مفيش حاجه اسمها دوري او مفيش حاجه اسمها بطوله او منتخب صعب ومنتخب سهل، اصبحت كل المنتخبات صعبه بالفعل حتى في ارض الملعب زي ما انت قلت، ممكن تكون شكل المجموعه بتاعت النادي الاهلي تقول ان هي ضعيفه، ولكن على ارض الواقع لا بتجد ان كل الانديه عايزه تكسب النادي الاهلي وعايزه
تؤدي بما هو افضل حاجه عندها. اكيد ما فيش شك يا كابتن اسلام، دايما النادي الاهلي هو انا بشوف ان هو دلوقتي بقى البعبع القاره. كان قبل كده زي ما كنا بنتكلم على برضو ان سان داونز دخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحته دي. اعتقد النادي الاهلي لما بيلاعب اي فريق سواء فريق كبير فريق صغير بيتعمل له حساب بشكل كويس. طبعا. خلاص النادي الاهلي بقى على مستوى افريقيا بقى كتاب مفتوح، بقت معروف اللعيبه مين القوام الاساسي للنادي الاهلي، مين اللعيبه ال 11 حتى اللي بيبداوا بقى كتاب مفتوح. ده بيصعب المهمه على النادي الاهلي، زائد ان انت لما بتلعب فرق صغيره ممكن عندها بعض العشوائيه شويه بتاثر حتى على اداء النادي الاهلي، حته عدم التنظيم. اعتقد ان كل العوامل دي ممكن تسبب ازمات للنادي الاهلي شويه او للعيبه النادي الاهلي شويه، لكن سيظل المقاومات البطوله اللي موجوده عند اللعيبه اللي بتخرج من اوضه اللبس هي دايما اللي بتديك الافضليه. فاعتقد ان كل العوامل دي اللي موجوده داخل اوضه لبس النادي الاهلي مع اللعيبه الكبيره اللي عندها خبرات حتى في 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 في, في بطوله في دوري ابطال افريقيا، الخبرات الموجوده سواء على المستوى الدولي او على المستوى المحلي مع اللعيبه دي، ممكن زي ما حضرتك شايف ان القوام الاساسي لمنتخب مصر واغلبيته من النادي الاهلي، اعتقد ان كل الدوافع دي او كل اللعيبه اللي عندها الخبرات دي بتسهل حتى عليك انت كمشوار للنادي الاهلي ان انت تحقق حاجه ايجابيه. فاعتقد ان الدوافع البطوله اللي عند موجوده عند اللعيبه بتديك الافضليه دايما. اخيرا الصفقات الشتويه اللي تعاقد معاها النادي الاهلي والمقيده افريقيا، هل كولر من نوعيه المدربين اللي هيبدا بيهم مباشره اذا كان شايف ان هم فنيا، ولا هيستنى عليهم شويه؟ ما اعتقدش ان الراجل هيبدا المباريات بيهم، لكن هيدخلهم تدريجي على ان الراجل مثبت قوام اساسي للراجل بيلعب بيه مع بعض التدعيمات في بعض المراكز. الراجل برضو من ايجابياته ان هو ما بيحاولش يغير كتير في التشكيل، لكن اكيد اللعيبه دي هيبقى ليها دور، اللعيبه عليها مسؤوليه بشكل كبير، اللعيبه عندها خبرات كبيره جدا، اكيد اضافه للسكواد النادي الاهلي والمشوار النادي الاهلي في بعض المراكز النواقص اللي كانت موجوده، مع زي ما قلنا بعض اللعيبه المصابه ورجوعهم، وكان من اهمهم كان رضا سليم، يقدر يضيف حتى للسكواد النادي الاهلي او للطريقه اللي بيلعب بيها الراجل. اعتقد ان ده كل ده بيدي لعيبه النادي الاهلي افضليه في المشوار الافريقي دي. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، دايما بنستمتع بوجودك. حبيبي يا كابتن مصر، ودايما من الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك. ربنا يخليك، شكرا جزيلا للنجم احمد عادل. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير.